مساء الخير على حضراتكم مشاهدي قناة On Time Sports 2 في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم ملاعب الأبطال. وكل سنة أكيد وكل حضراتكم طيبين ودايما كده بخير وفي سلام وفي سعد مع كل الناس اللي بتحبوهم. والحقيقة أكيد طبعا على مدار حلقتنا النهاردة وكالعادة هنكون بنتابع آخر وأهم الأخبار اللي بتخص نجومنا وأبطالنا في كل الرياضات واستعداداتهم أكيد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، وهي الحدث الأهم والأكبر في الساحة الرياضية العالمية حاليا. وعلى ذكر بقى الأولمبيكس، أكيد كلنا متابعين حالة الجدل اللي حصل بقالها فترة على إمكانية أن الدورة تتلعب في معادها أو يتم تأجيلها مرة تانية. ده طبعا بسبب انتشار كل فترة موجة جديدة من فيروس كورونا بتغير الموازين خالص. الأيام اللي فاتت طلع كلام وتصريحات وأخبار كتير عن رغبة قطاع مش قليل من الشعب الياباني في تأجيل البطولة أو إلغائها حتى بشكل عام، بسبب خوفهم من أن البطولة تكون سبب على فتح بقى أبواب ناس بتكون بتيجي البلاد فيحصل تفشي مرة تانية للفيروس ما بين المواطنين. وهو تخوف مشروع ومنطقي جدا في ظل الظروف اللي بيعيشها العالم كله، ومحدش أكيد هيكون بيحب أن يحصل حدث كبير يرجعهم خطوات لورا فيما يخص فيروس احنا شايفين بقالنا هو داخلين على سنتين بالنسبة للعالم في الخارج. احنا كمان الموقف كان بالنسبة لنا مختلف شوية، ولكن لسه بنتكلم ان الموضوع بيوصل كل فترة لبيك ومحدش عارف الموضوع هيكون بيخلص امتى. الظروف ممكن تكون بتتحسن في مصر، ولكن لسه اللي على ارض الواقع مش بيطمن بنسبة كبيرة. الاهم واللي محتاجين كمان كلنا نكون حاطينه قدام عينينا وبصين عليه بشكل مستمر ومتواصل، هو ان سواء الدورة اتلعبت في ميعادها او تم تأجيلها او حتى تخفيض عدد المشاركين فيها، سلامة وصحة وحياة الناس هي أهم حاجة في الدنيا. دي اللي لازم دايما بنكون بنبص عليها. لازم كمان نكون عارفين ومتأكدين أن الحفاظ على حياة كل شخص فينا مسؤولية شخصية لكل واحد مننا، وكل الناس اللي بنحبهم كمان لازم نكون مهتمين أن احنا نحافظ على صحتنا من أجل الحفاظ على صحتهم، بما أن في تواصل واحتكاك ما بيننا وبين الناس التانية. الموضوع دوت بيحتاج سلامتك سواء داخل بقى البطولة، لو هنرجع للحديث عن البطولة، ان في حياتك العادية واليومية لازم تكون كمان مخلي بالك من نفسك بعيدا عن اي تفاصيل تانية. طبعا يعني لتأكيدات اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة، الأولمبيات هتقام في ميعادها دون اي تأجيل، لان هما من السنة اللي فاتت قالوا او من شهور فاتت قالوا احنا اجلناها لعام 21 وما فيش اي نية مهما كانت الظروف ان احنا ناجلها مرة تانية. واوريدي عملوا اجراءات كتيرة جدا ان احنا عارفين مش هنشوف دورة العاب اولمبية معتادة بالجماهير الكبيرة، قصة الشعلة اللي احنا متعودين نكون بنشوفها ما حصلتش، حاجات كتير جدا تم الغائها ومتغيرة في شكل الاولمبيكس في هذه الدوره بالتحديد. فهم اوريدي عملوا اجراءات خاصه متمشيه بعض الشيء مع فكره ان في وباء العالم كله بيعاني منه. ده معناه ان بقى يعني لو البطوله كده كده او الدوره هتتلعب كده كده في ميعادها، ان اللاعبين واداريين هيكون دلوقتي عندهم ميعاد بطوله واخدين بالهم جدا من حاجتين وملفين مهمين جدا في التوقيت الحالي. اول ملف منهم هو ان هم هيكونوا بيحافظوا على نفسهم من اي منشطات، وده من الملفات المهمه جدا. ما نشوفش اي لاعب يتناول اي مكملات غذائيه غير معتمده من دماغه كده وخلاص، لازم المكملات كمان تكون اتعرضت على طبيب المنتخب او الاتحاد وتوافق عليها وتم اعتمادها ومعرفه كل المكونات بتاعتها وتم الموافقه عليها من قبل جهات معنيه متخصصه في النقطه دي، لان اي عينه ايجابيه دلوقتي هيكون معناها ان صاحبها مش هيشارك خلاص في الاولمبيات حتى لو كان بريء، وده بسبب ان الاجراءات والتحليل للعينه الثانيه وجلسات الاستماع اصلا بتكون بتاخد وقت طويل جدا، وبيصدر قرار البراءه هيكون بعد البطوله ما تخلص او الدوره تكون خلصت خلاص. فده ملف مهم جدا ما بقاش فيه هزار، واي ثغره فيه دمها تقل، لان احنا اتكلمنا بقالنا قد كده بنتكلم في القصه دي. فهي مسؤوليه الاتحادات والناس اللي فيها ان تكون بتتابع اللاعبين بتوعهم بيعملوا ايه، ومسؤوليه اللاعبين نفسهم ما ينفعش يكونوا بيتصرفوا من دماغهم ولا اي حد بيقول لهم خدوا، لو مدرب حتى
بيديهم حاجه منشطات او مكملات غذائيه، في طبيب هو كمان اللي هو يعني الافضل ان يكون في تواصل في حلقه كده كل الاركان فيها مكتمله. اما الملف الثاني وهو طبعا فيروس كورونا، من المؤكد ان كل الرياضيين وكل فرد في البعثات الرياضيه على مستوى العالم هيكون بيخضع لاكثر من مسحه قبل السفر لليابان، وظهور اي مسحه ايجابيه هتكون بتحرم صاحبها من المشاركه في الدوره الاولمبيه. ده طبعا هيكون بيضيع عليه مجهود سنين، بقى احنا كان في 5 سنين كمان، وده حاجه ما نتمنهاش اكيد لاي رياضي ان هو يكون بيحصل له موقف زي ده. كلنا اكيد شفنا وتابعنا كمان مشاركه فريق كره السله في نادي الزمالك والاجراءات اللي خضعوا ليها مع وصولهم الى رواندا للمشاركه في البطوله الافريقيه. الفريق خضع لثمان مساحات كورونا، الله يكون في العون يعني لكل البعثه باكملها، ده قبل انطلاق البطوله وتحت اشراف الاتحاد الافريقي لكره السله. فنفس الموضوع ونفس الاجراءات اكيد مش اقل من كده اللي هيكون بيتم تطبيقه في دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو 2021، ده لحمايه الكل، لحمايه الشعب الياباني اللي متخوف او عدد كبير منه متخوف من فكره فتح الابواب وفتح المطارات لوفود جايه من انحاء العالم كله، علشان الاجراءات دي مهمه، لا يتم استبعاد اي رياضي او اي لاعب او اداري مصاب وعزله عن بقيه البعثات. مطلوب طبعا مننا ناخد بالنا من نفسنا سواء قبل السفر او اثناء التواجد في اليابان، اجراءات كتيره جدا اكيد لاعبين عندهم درايه وعندهم وعي كافي واحترافيه كافيه ازاي يتعاملوا مع الموضوع ده، خصوصا وان النشاط الرياضي بقاله فتره متواجد في العالم كله والكل بيستأنف نشاطه الرياضي وكل عارف خلاص الاجراءات الاحترازيه وازاي تكون بتحافظ على نفسك. الفيروس صعب، بيتنقل باشكال سهله جدا، ولكن بقى في شويه معايير اي رياضي يقدر ان هو يكون بيطبقها علشان يحمي نفسه باكبر قدر ممكن، ما يكونش بيأثر يعني في حق نفسه في نقطه الاجراءات الاحترازيه. ان شاء الله البعثه المصريه تقدر تحقق يا رب يا رب عدد كبير من الميداليات الاولمبيه، حاطين طموحات كبيره جدا لان في التوقيت ده عندنا نجوم كثر الصراحه في رياضات مختلفه فرديه وجماعيه، عندنا توليفه كده من نجوم ونجمات كمان على مستوى كمان السيدات والرجال، حاجه تشرف وتفرح وترفع من سقف الطموحات. وعلى مدار السنه اللي فاتت حدث ولا حرج عن عدد الفعاليات الدوليه والبطولات والمحافل الكبرى اللي شفنا نجوم عندنا مصريين يعني بيقفوا على المنصات التتويج وبيحصدوا ميداليات ذهب وفضه وبرونز، فهنيئا لهم. وان شاء الله الفتره اللي جايه يكون في استعدادات بقى خلاص كله جايب بقى فول باور مفيش هزار، فباذن الله يكونوا موفقين. ومن اكتر طبعا الرياضات اللي ارتبطنا بيها على مدار السنين وعلى مدار الشهور اللي فاتت هي كره اليد المصريه اللي منوره وبتحلق في سماء الرياضات المتالقه المصريه، باين جدا ان في شغل كبير بيحصل وباين جدا كمان ان احنا مستنيين منهم كتير كمان ان شاء الله في الاولمبياد.